حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم الى حديث الصحافه، وهذه الجوله على ابرز العناوين التي استاثرت بها صحف هذا اليوم. البدايه مع صحيفه المشرق. في العراق 3 ملايين معاق. ومن صحيفه المواطن نقرا: مجلس النواب يخون الامانه الشعبيه والقانونيه. في صحيفة الصباح نقرأ: عاشت الفتنة. ومن العالم: عبء الضرائب المحلية. في القدس العربي: الأنبار بين مفترق طرق. ومن الوطن القطرية: طائفي بامتياز. من ساحات التحرير نطالع: مخاطر الاستقواء بالإرهاب. من موقع كتابات: الطفولة الملغمة في العراق. أما من إيلاف: مسؤول عراقي يدعو المواطنين لاحتجاجات ضد امتيازات الكبار. ومن تحقيقات صحيفة العالم: التقسيم يلاحق المنازل الكبيرة في بغداد، تشويه معماري وضغط على الخدمات. من الصحافة العبرية: يدعو تحرنوت: ما هو أبعد من عنصرية إسرائيل؟ أما في هآرتس فنقرأ: المصالحة مع تركيا. وفي إسرائيل اليوم نطالع: يجب حشر الرئيس الفلسطيني في الزاوية. ومن يدعو تحرنوت: وهم الأمن والمطاردة. أما من منوعات الأخبار في الخليج: ناسا ترصد انفجارا شمسيا. ونقرأ في المستقبل اللبنانية: بطارية تدوم 12 سنة دون شحن. من صحيفة القدس العربي: الارتجاف من البرد فعال أكثر من الرياضة. للرشاقة. ومن البيان الإماراتية: الحمض يعيد الخلايا لوضعها المحايد. ومن الوطن البحرينية: رواية جديدة لشارلي شابلن مكتوبة منذ 60 عاما. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. من العناوين إلى المقالات والتحقيقات، ومع الملف العراقي ستكون البداية. أولى محطاتنا هي مع صحيفة المشرق، منها نقرأ هذا المقال بعنوان: في العراق 3 ملايين معاق، للكاتب الدكتور حميد عبد الله يستهله بالقول.
خلفت الحروب وما أعقبها من أعمال قتل وانتقاب وتصفيات ملايين المعاقين في العراق. فقد حصدت الحروب التي عاصفت بالعراق منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم مئات الآلاف من أرواح العراقيين وأعاقت الملايين. قد يكون الموت خيارا أفضل إذا ما قرن بالعوق الذي يجعل الإنسان مقعدا لا قدرة له على كسب قوت يومه، فيوضع بين سندانة الموت جوعا أو ذل التسول. يتابع الكاتب بالقول: لا توجد إحصائية دقيقة تجمل عدد المعاقين في العراق، لكن نائبا في البرلمان أعلن أن أعمال العنف في السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي للعراق رفعت عدد المعاقين إلى 3 ملايين معاق. بمعنى آخر فإن غالبية المعاقين هم ضحايا العنف والحروب. أما الإعاقة الطبيعية أو الخلقية فإنها لا تشكل سوى نسبة بسيطة جدا. المعاقون في معظمهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، إذ يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، ما يجعلهم عبئا على عائلاتهم، فضلاً عن غياب المستلزمات الضرورية لديمومة حياتهم بعد أكثر من 8 سنوات على إنجاز قانون ذوي الاحتياجات الخاصة. تمكن مجلس النواب من تشريعه ليتنفس المعاقون الصعداء بأن مرحلة جديدة ستحمل معها حياة رغيدة لهم، لكن القانون لم يطبق ولم يلمس منه المعاقون شيئاً حتى الآن. ويشير حقوقيون معنيون بشؤون العوق إلى أهمية قانون ذوي الاحتياجات الخاصة كونه ينصف هذه الشريحة المهمة، وأهم ما فيه أنه يركز على توظيف المعاقين القادرين على العمل. ويقول الكاتب أخيراً: 3 ملايين معاق في بلد ما زال فيه الدم يغسل بالمزيد من الدم، وما زال دورة الانتقام والثأر تدور من دون توقف. وننتقل إلى صحيفة المواطن لنقرأ من هذا المقال بعنوان: مجلس النواب يخون الأمانة الشعبية والقانونية. للكاتب ماجد زيدان يقول فيه: بعد نقاشات مستفيضة ومساومات عديدة، تم تشريع قانون التقاعد الموحد لينهي حالة من التعدد في القوانين العراقية وليعيد بعض الحق لشريحة المتقاعدين الذين في تقييمهم الأولي لم يكونوا راضين عما ورد في القانون. ومع ذلك نقول إن القانون يحسن بعض الشيء من أحوالهم المعيشية لفترة ترتبط بثبات الأسعار وبقاء التضخم على حاله من دون زيادة تثلم هذه الزيادات الواردة في القانون، بقدر ما كان لتشريع القانون من ترحيب وتبديد القلق الذي كان يساور ملايين الأسر من ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة جراء الصراعات والخلافات العميقة بين الكتل ومقاطعة جلسات مجلس النواب. أيضا أثار القانون غصة في قلوب ملايين أكبر وأوسع من شريحة المتقاعدين، وجعل من الفرحة غير تامة بتشريع الفقرة 38 من القانون التي منحت النواب تقاعدا ضخما. الحزن على الخرق القانوني غطى على الإنجاز، فالنواب الذين ملأوا أسماعنا بضرورة الالتزام بالدستور انتهزوا الفرصة ليمرروا مكسبا لهم. إن إلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب ومن على شاكلتهم في المجالس المحلية كان مطلبا شعبيا، شارك في تشريعه مئات الآلاف من المواطنين الذين تظاهروا في ساحات المدن لبيان جريمة إهدار المال. والأهم من ذلك إن نوابا من مختلف الكتل السياسية ساهموا في الحملة الشعبية، وقدم بعضهم الدعوة للمحكمة الاتحادية، ولكن الغريبة أن بعضهم صوت على القانون في مجلس النواب. لا يشفع لهذه الكتل أو النواب انتقادها لتضمين فقرة تقاعد النواب والمجالس المحلية في القانون، لو كانت هذه الانتقادات جادة وليس دعاية انتخابية وركوب موجة الاحتجاجات في حينها لخرجوا من الجلسة وقاطعوها وأخلوا بنصاب كان على الحافة وأصروا على رفعها ليعودوا. إذن يقول الكاتب: لا عذر لهم، وهم أيضا اهتبلوا الفرصة ليكسبوا شيئا من هذا المجلس الذي سقط في الامتحان مرة أخرى، فهو يفترض فيه أن يكون حاميا للدستور ومتقيدا بأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وملبا للمطالب الشعبية. باختصار كان حاميها حرميها، لقد خان الأمانة التي في أعناق كل نائب مقابل أن يؤمن مصالحه. يخلص الكاتب إلى القول:
الآن على الصادقين في أقوالهم من النواب التقدم بدعوى جديدة لإيقاف الفقرات الخاصة بتقاعد النواب، كما مطلوبا من منظمات المجتمع المدني إعادة الحيوية إلى النشاطات والفعاليات الاجتماعية لإفهام من سدوا أذانهم وعصبوا أعينهم عن مطالب الشعب أن التفافهم على قرار المحكمة لن يمر. من صحيفة الصباح إذا المشاهدين ننتقل لنطالع مقال الكاتب أمين قمورية بعنوان عاشت الفتنة، حيث يقول الكاتب: تحيا الفتنة، فهي الأقوى والأفعل والأكثر قدرة على النمو والحياة والتحول مردا. لقد أثبتت علو كعبها وتمكنت من سحق كل أعدائها. التسامح، التعايش، المحبة، الأخوة، الديمقراطية، الوطنية، لا تحاربوها، فهي أشد دهاء منكم. لقد فرضت نفسها مادة إلزامية في كل أنماط عيشكم، في البيت، في المدرسة، في الجامعة. من لا يتقن فنونها التعبوية والتحريضية لا يمكنه اجتياز امتحانات السياسة من المحيط إلى الخليج. صار اشتعالها ضرورة لابد منها لتعبئة أحزاب وبناء زعامات، ومن لا يعرف مفرداتها ولغتها لا مكان له في الخريطة السياسية ولا مقام. ويواصل الكاتب بالقول: لا تلجأ إلى المضادات الحيوية ولا إلى الحلول المبتورة ولا إلى العلاجات الموضعية، فهي لن تفلح في لجم تغلغلها السريع والفتاك في الأجسام المريضة والمتهالكة. هي في أتم الصحة والعافية وفي ذروة الارتياح إلى أوضاعها تغير الخرائط، وديموغرافيا ترتف بأجيالنا، تهجر أبناءنا، تبدد ثرواتنا الوطنية، تنهش أجساد أوطان بأكملها من العراق والبحرين إلى سوريا ولبنان بلا خوف ولا قلق. ويضيف الكاتب بالقول: نتأمل خيرا من تصريح لمسؤول كبير يبشر بحقن الدماء والحس الوطني، فإذا بالقائل يمحو في النهار ما قاله في الليل ويعود إلى مماحكاته الفارغة من أي مضمون إلا من الشحن المذهبي والتعصب الأعمى. بعد ثورات الربيع العربي اعتقدنا أن الفتنة ابتعدت قليلا برحيل نصف جزيرة من عتاة الدكتاتوريين، كنا نظن أنهم أسيادها ومدبروها وطبخوا سمها، فإذا بهم هم أنفسهم من الأوائل الذين سقطوا بنارها. أحدهما يتلظى بالدين والثاني يتدثر بالوطنية، والاثنان متساويان بسلاطة اللسان والقدرة على كيل التهم وإيجاد الحجج والذرائع، كلاهما يقسم العالم، هو الخير المطلق وخصمه الشر المستطير. نسمع خطابهم الموتور والمتشنج فلا نفهم شيئا، نستمع إلى تبريراتهم نشمئز، نتطلع إلى بارقة أمل، لكننا لا نحصل منهم إلا على وعدنا بالأكفان والشهادة، فكيف يستوي في الجنة الواحدة هذا مع ذاك؟ ويختم الكاتب بالقول: رويدا رويدا يسحبنا تيار الفتنة إلى أعماقه، إلى الحضيض، إلى الدم المباح، ولا أحد يسأل والكل مستسلم، منطقها صار السيد المستبد والمتحكم بمنطق الطوائف والناطقين باسمها. إلى صحيفة العالم نتحول لنقرأ مقال الكاتب ميثم العيدي بعنوان عبء ضرائب المحلية، فيقول الكاتب: لعل موضوعات الفيدرالية المالية تثير أسئلة كثيرة في بلدنا، من مثل كيفية إدارة الأموال الفيدرالية في مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق، وكيفية المواءمة بين نظام فيدرالي يميل إلى التقسيم، وذلك في ضوء نظام معولم يميل إلى الاندماج، وغيرها من التساؤلات التي لا تنفك تتوالد في رأس الكاتب كل يوم. يمكن أن يتحدث عن الموارد الأخرى غير النفط والغاز والتي يمكن أن تغذي نفقاتنا، وذلك في ظل نظام فيدرالي لديه مستوى مركزي وآخر محلي من السلطات والصلاحيات، وما هي الإشكالات التي يمكن أن تنجم عن ذلك خاصة في ظل بلد عالي الريعية. ويواصل الكاتب بالقول: لعل هذه الموارد حسب ما يمكن أن نقرأه في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تتمثل بالضرائب والرسوم، فضلا عن بدلات بيع وإيجار ممتلكات الدولة التي تحصل عليها تلك المحافظات. القانون يركز بشكل رئيسي على تدبير موارد للمحافظات المنتجة للنفط، فهو حين يتكلم عن الضرائب مثلا يشير إلى تلك المفروضة على الشركات العاملة تعويضا عن تلوث البيئة وتضرر البنية التحتية، لكنه حين يتحدث عن الضرائب والرسوم في فقرة أخرى فإنه يربطها بتلك القوانين الاتحادية والمحلية النافذة
بالتأكيد فإن الضرائب وحسب الدستور هي من تلك الموارد السيادية التي تتعلق بالمستوى المركزي أو الاتحادي من الحكم. ويضيف الكاتب قائلا إن الأدبيات التي تتحدث عن الضرائب في ظل الأنظمة الفيدرالية تتحدث بالمقام الأول كونها ضرائب اتحادية مع عدم نفي إمكانيات فرض أنواع من الضرائب المحلية المعضلة في اقتصاد ريعي فيدرالي كالاقتصاد العراقي، وإن التفاوت في مستويات الموارد الذي يحدث بين المحافظات بسبب التوزيع الأولي غير العادل للموارد النفطية من قبل الطبيعة، ولا يسمح بأن يكون هناك أي توسع من قبل الحكومات المحلية للضرائب المحلية، وذلك لأن الضرائب تمثل على الأفراد والشركات التزامات ترتب إنقاصا لدخولهم وقوتهم أو قوتهم الشرائية ورؤوس أموالهم وأرباحهم، مع عدم وجود إمكانيات لتوسيع الضرائب على الشركات العاملة لأكثر من سبب. يختم الكاتب القول إن الضرائب ستمثل عبئا سلبيا على المحافظات غير المنتجة، فيما يمكن أن تستغني المحافظات المنتجة عن تحصيلها، مما سيشكل عوامل تشجيع إضافية لها سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، فيما ستكون بلوة المحافظات غير المنتجة مضاعفة، مما يستوجب المزيد من الاهتمام بها، وذلك في ظل نموذج ريعي فيدرالي غير متجانس. ولنا أيضا وقفة أخرى مع الصحافة العربية المهتمة بالشأن العراقي إلى صحيفة القدس العربي، منها نقرأ هذا المقال بعنوان الأنبار بين مفترق طرق للكاتب الدكتور نصيف الجبوري، يقول فيه عندما يشتد الخطب وعندما يكون مصير البلد على كف عفريت وعندما يرى العراقيون أنهم أمام حرب داخلية ستكون نتائجها كارثية، هنا يدرك العقلاء بأن المتحاربين سيخرجون منها ضعفاء منهاري القوى نادمين على ما مضى، ولن يكون من بينهم منتصر يفرح بنصره في مثل هذه اللحظات. يأتي دور المثقفين والحكماء والمخلصين ليقولوا كلمة الحق والإنصاف دون مواربة. ما أحوج العراق في هذه الظروف إلى أن يتخلى السياسيون عن أيديولوجيات أحزابهم من أجل إنقاذ الوطن؟ نحن الآن على مفترق طرق، وقد كان متوقعا أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. فتأسيس عراق المكونات كان البذرة الأولى التي بعدت بين سكان المنطقة الغربية والجنوبية، وهي التي خلقت وتخلق التشنجات الطائفية، وأوصلنا بالتالي إلى القتل على الهوية في بغداد وديالى وكركوك والموصل وغيرها. إن قواعد اللعبة الديمقراطية بنيت على أسس ركيكة، والدستور يمكن أن تفسره أي كتلة أو تنظيم حسب مصالحها. إن التجيش الطائفي من أي من الفريقين سيكون مأساوياً، وستكون له تداعيات خطيرة على وحدة العراق ومستقبله، وسيفتح الباب على مصراعيه لتدخلات إقليمية ودولية لن تكون من صالح هذا البلد. ويخلص الكاتب إلى القول إن القول صحيح أنه لم يعد لنا مزيد من الوقت لنتحاور وندعو إلى المصالحة، لكن من واجب رئيس الحكومة أن يفكر ألف مرة قبل الإقدام على اجتياح الرمادي أو الفلوجة، وأن التاريخ لن يرحم مثل هذه الخطيئة، ولا يمكن للشعب العراقي أن يسامح في سفك دماء العراقيين. وأخيرا فإن السياسي الناجح هو من يستنبط نتائج الأمور قبل حدوثها، وإن مصير ووحدة هذا البلد اليوم في الميزان يا أصحاب القرار والسيادة. إلى صحيفة الوطن القطرية ننتقل ونقرأ من هذا المقال بعنوان طائفي بامتياز للكاتب محمد واني، فيقول أنه خلال المدة الطويلة نسبيا التي قضاها في حكم العراق وهي تقارب 9 سنوات، تعرف الناس جيدا على الخطوط الأساسية لسياسة رئيس الوزراء العراقي المالكي وطموحاته وأهدافه، ماذا يريد من العراق، ولماذا يتخذ من إثارة الأزمات استراتيجية ثابتة له عند تعامله مع شركائه في الحكم وخصومه السياسيين. هذه القضايا وغيرها كانت وما تزال محط اهتمام الباحثين والمراقبين السياسيين والدوائر السياسية العالمية. يضيف الكاتب مشيرا إلى أن ما يستشهد المالكي في لقاءاته مع وسائل الإعلام بحكاية معركته المسماة صولة الفرسان التي خاضها عام 2008 ضد ميليشيا جيش المهدي، لينفي بذلك عن نفسه صفة الطائفية التي يتهم بها ويثبت بأنه وطني غيور، فلو كنت طائفيا لغضضت الطرف عن تجاوزاته مهما كانت دوافع الملكي في قتاله للتيار الشيعي، سواء أن كانت سياسة أو شخصية لفرض وجوده كزعيم شيعي أو حاد في الساحة العراقية أو حزبية لتثبيت أركان حزب الدعوة في الحكم، فإنها لم تكن معركته بقدر ما كانت معركة الأمريكيين المحتلين
الذين كانوا في صراع مرير مع التيار الصدري وبقيادة وتوجيه مباشر منهم. هذه الواقعة لا تشفع للملك ما قام به بعد ذلك. لم يبقى صراع جانبي لم يخضه مع تيارات أخرى ولا أزمة لم يفجرها بوجوههم. طردهم وسلط عليهم قواته والمادة 4 إرهاب وأحكامها الإعدام والميليشيات الشيعية الإرهابية التي يرعاها ويحميها. فعل كل ما بوسعه من أجل تكسيرهم وتحجيم دورهم. قطع عليهم كل السبل إلا سبيل واحد وهو الاستسلام. إذن حديث الصحافة مستمر معكم لكن بعد الفاصل. أهلا بكم والانتقال الآن إلى المواقع الإلكترونية وتحديدا من موقع صحة التحرير لنطالع مقال الكاتب رضا الأعرج بعنوان مخاطر الاستقواء بالإرهاب. فيقول الكاتب: لا أدري كم سيارة مفخخة انفجرت في بغداد والمحافظات 1000، 2000، 3000، 10000. لا أدري، كل ما أدري أن مئات الألاف من العراقيين ذهبوا ضحايا لهذه السيارات، كما تعرضت أسواق وشوارع ومحال ومؤسسات خدمات عامة وشبكات كهرباء وبيوت لعد لها أو حصر للخراب والتدمير. يردف الكاتب قائلا: ليست هذه التفجيرات مقاومة بل جرائم موصوفة يرتكبها مجرمون عتاة احترفوا القتل والتخريب، وليس لهذا العدد الكبير من السيارات المفخخة سوى رسالة واحدة: الاستقواء بورقة الإرهاب لانتزاع مكاسب أو تحقيق نجاحات خارج إطار العملية السياسية. الاستقواء بورقة الإرهاب عاد أنه تعبير عن عجز أخلاقي هائل لا يفسر إلا بكونه دعوة للاستمرار في نفس الأخطاء القاتلة التي دأب النظام السابق على ارتكابها حيال خصومه ومنوئيه، وعلى الحكماء أو ما تبقى منهم أن ينتبهوا وينبهوا إلى خطر الاحتماء بقواعد الإرهابيين، لأنه سيفضي في نهاية المطاف إلى نتيجة واحدة: الحرب الأهلية التي كثيرا ما تم تفاديها. ويضيف الكاتب قائلا: النسيج العراقي كما يبدو للعيان ليس رقيقا فقط بل هشم، وعلى الحكماء أو ما تبقى منهم تقع مسؤولية الحفاظ عليه بوجه محاولات تمزيقه. إذا نشبت الحرب الأهلية وهي احتمال لم يعد مستحيلا، ستكون خسارة للجميع، والتقسيم الذي سيتبعها وهو ليس مستبعدا أيضا سيقف عائقا أمام طريق النهوض بالوطن بعد عقود من العزل والإقصاء. يختم الكاتب القول: الإرهاب قذارة أفرزتها الكتب الصفراء وثقافة الاستبداد الفاسدة، وهي وإن سقطت بسقوط برجي التجارة الأمريكيين وتكشفت حقيقتها القائمة على العنف والدمار وكراهية جميع بني البشر، المطلوب من الغيورين على بقائهم موحدا منيعا ينعم الجميع بخيراته أن يحولوا دون تحقيق الإرهابيين لأهدافهم الدنيئة. فالمتوحشون الهمج والوافدون من خارج الحدود لهم أجندتهم الدموية الخاصة، وهي أجندة ليست عراقية في كل الأحوال. من موقع كتابات مشاهدينا نقرأ أيضا مقال الكاتب أحمد نعيم الطائي بعنوان الطفولة الملغمة في العراق. فيقول الكاتب: إن القانون الأمريكي يمنع ترك الأطفال للقُصّر خارج المنزل أو داخله دون مرافقة أو ملازمة أحد الأبوين أو المربية لهم، فضلاً عن القوانين الصارمة الأخرى التي تعنى بالطفل منذ أن تدب به الحياة في بطن أمه لحين تجاوزه سن القصور القانوني، كما هو الحال أيضاً في دول الغرب الأوروبي. هذه العناية الفائقة والقوانين المشددة لحماية الطفولة هي التي أرسلت دعائم التقدم والتحضر ومصادر القوة لهذه الأمم العظيمة التي تحضرت من خلال احترامها واهتمامها البالغ بالطفل بالشكل الذي ينظم حتى علاقة الوالدين. يستدرك الكاتب قائلا: استذكرت هذه المعلومات وأنا أشاهد يوميا ومنذ عقود عددا كبيرا من أطفال العراق
تستخدمهم العصابات المنظمة في عمليات التسول بشكل ملفت للنظر ومحزن إلى حد جعلني أعتصر ألما لمنظر بعض الأطفال. هنا أطرح عدة تساؤلات على طاولات المشرعين للقوانين والمسؤولين، أهمها: كيف سيمكنكم من بناء دولة متحضرة وقوية وقسم كبير من أطفال العراق يمتهنون هذه المهن الخطيرة على مستقبلهم وبالتالي على مستقبل البلاد؟ المصيبة أن الدولة لن تعير هذه القضية الخطيرة الاهتمام الذي يتناسب وخطورتها على الرغم من تناولها من قبل وسائل الإعلام، فضلاً عن أن هذه المشاهد الخطيرة تتكرر أمام أنظار المسؤولين لا سيما في بغداد التي تنتشر فيها هذه المظاهر المؤسفة أكثر من غيرها دون أن يحرك أحد ساكناً أو يدعو إلى إجراءات عاجلة للحد من انتشار ظاهرة التسول بالأطفال التي أخذت بالاتساع مقابل تجاهل أو ضعف حكومي. ويضيف الكاتب قائلاً إن القوانين الحالية تتسم من نظرة قاصرة وغياب المعالجة الجادة لهذه الظاهرة باعتبارها غير مشددة لا ترتقي إلى حجم وخطورة هذه الظاهرة، لذلك أدعو إلى تشريع قوانين جديدة مع استنفار القوات الأمنية لملاحقة العصابات الإجرامية التي تستغل الطفولة دون رحمة في حملات أمنية منظمة بعيدة المدى من أجل حماية هذه الشريحة البريئة من الانحراف والإجرام. ويختم الكاتب قائلا: باعتقادي أن الاهتمام بالطفولة كبنية تحتية أساسية هو الأساس المتين لإعداد شعب متحضر وفعال، وبدون الارتقاء والاهتمام بهذه الشريحة تعد كل مشاريعنا التنموية وحربنا ضد التطرف والإرهاب ثانوية وفاشلة أمام طفولة ملغمة تعاني من غياب أو ضعف في الحماية والاهتمام الرصين المكفول بقوانين مشددة، لأن بدونها سيبقى مجتمعنا يعاني من الجهل والتخلف وتفشي الجريمة والانحراف والتطرف والإرهاب. نواصل مع الصحافة الرقمية وإلى موقع إلاف لنقرأ تحقيقا بعنوان: مسؤول عراقي يدعو المواطنين لاحتجاجات ضد امتيازات الكبار. فيقول التحقيق: دعا مسؤول عراقي المواطنين إلى استئناف احتجاجاتهم ضد الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة، معتبرا الموافقة على امتيازاتهم تعني تقديما لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم اكتراث بمطالبات الشعب العراقي، فيما يتوقع أن تعارض المحكمة الاتحادية العراقية فقرة منح هذه الامتيازات في قانون التقاعد الجديد الذي صادق عليه البرلمان الاثنين الماضي. يشير التحقيق أيضا وعلى لسان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين شهرستاني إلى أن لجنة ترأسها لإعداد مسودة قانون التقاعد الموحد والذي تم رفعه من مجلس الوزراء إلى البرلمان، فكانت قد تضمنت إلغاء الامتيازات الخاصة لكبار المسؤولين استجابة لتوجيهات المرجعيات الدينية العليا ومطالب الشعب العراقي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. واعتبرت كتلة مستقلون إن التصويت على المدى 38 من القانون جاءت بسبب تقديم المصوتين عليها لمصالحهم الشخصية على المصلحة العامة وعدم الاكتراث لمطالبات أبناء الشعب العراقي، ودعت المواطنين إلى الاستمرار بالمطالبة بإلغاء الامتيازات التقاعدية لكبار المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وأصحاب الدرجات الخاصة وشمولهم بالاستحقاقات التقاعدية حسب سنين الخدمة أسوة ببقية موظفي الدولة. وقد خرج عدد من النواب العراقيين في تصريحات صحفية بعد تصويتهم على قانون التقاعد الموحد رافضين منحهم امتيازات ضخمة لكبار المسؤولين في مواقف يعتقد أنها تستهدف دغدغة مشاعر المواطنين مع قرب الانتخابات. وتقول مصادر عراقية إن النواب العراقيين يسارعون عادة للمصادقة على القوانين التي تمنحهم امتيازات مادية ومعنوية، في حين أنهم عجزوا على مدى العامين الماضيين في إقرار أكثر القوانين أهمية في البلاد مثل قانون النفط والغاز، وكذلك لتأخير القوانين الميزانية العامة للبلاد على الرغم من أهميتها لحياة المواطنين. هذا ونطوي آخر صفحات الملف العراقي مع صحيفة العالم، منها نقرأ هذا المقال بعنوان: التقسيم يلاحق المنازل الكبيرة في بغداد
تشويه معماري وضغط على الخدمات. حيث تشهد مدينة بغداد ظاهرة تقسيم الأراضي والدور السكنية إلى قطع صغيرة وبيعها مجزأة على شكل مشتملات أو دور ذات مساحة صغيرة لا يتجاوز بعضها 50 مترا، تتوزع بطريقة عشوائية في أغلب المدن، الأمر الذي أدى إلى تشويه لمناظر بغداد واختفاء المنازل البغدادية القديمة تدريجيا واختفاء الحدائق والمساحات الخضراء التي كانت تبعث الراحة في نفوس السكان على مر عقود. حيث أكد مختصون لصحيفة الحياة في تحقيق هذا أن المدينة تحولت إلى جدران صماء بلا أي ملامح للجمال وفقدت خصوصيتها، وتسبب تقسيم المنازل بمشاكل خدمية واجتماعية ونفسية في ظل صمت وعجز من قبل الجهات الحكومية المختصة. ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور حميد الزيدي في ذات التحقيق إن الانفجار السكاني وزيادة دخل الفرد العراقي ساعدتا في انتشار ظاهرة بطريقة غير مدروسة. وبين الزيدي إن الحل الأمثل لإنهاء أزمة السكن في العراق ليس بالأمر الهين على الحكومة، لأنه يتطلب أموالا كبيرة وجهودا استثنائية في العمل والبناء وبحاجة إلى وقت طويل، لكنه استدرك بالقول: لا ننسى أن ظاهرة تقسيم المنازل الكبيرة والأراضي ساهمت بحل جزئي صغير من أزمة السكن الخانقة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في إيجاد حركة بيع وشراء للمنازل والمواد الإنشائية. لكن أمجد حميد من سكنة حي العامل رأى إن عصابات منظمة تقوم بالضحك على أصحاب المنازل الكبيرة وإقناعهم ببيع جزء من الأراضي التي يمتلكونها والتشارك معهم بتقسيم المنازل وبيعها كمشتملات للسكن. وبين عبد الهادي إن المهندسين الدخلاء يقعون في أخطاء كبيرة من خلال تصاميم لا تعتمد المقاييس الهندسية الحقيقية ويعتمدون على خبراتهم الخاصة أو يقومون بأعمال غش من أجل تحقيق الربح على حساب الجودة. وخبير القانون المحامي أحمد رعد أكد للعالم إن ما يقوم به سماسرة العقارات والمقاولون أمر يخالف القانون العراقي، ولا يمكن أن يستحصل صاحب الأرض الصغيرة سند تمليك، بل تكون الأرض المقسومة مشاعة مع صاحب السند والأرض السكنية، أي أن الأرض لا تفرز، لأن القانون العراقي ينص على أن أقل مساحة تفرز بسند يجب أن تكون 200 متر فأكثر وبواجهة تبلغ 8 أمتار فأكثر. من جهتها تقول الدكتورة كوثر عبد الحميد إن العيش في بيوت صغيرة يؤثر سلبا على الحياة النفسية للأفراد الذين يعيشون في أماكن صغيرة، وخلصت إلى القول أنه يجب تطبيق القانون بجدية وفرض عقوبات مالية لردع المخالفين. الانتقال الآن إلى الملف العربي والدولي، لكن بعد الفاصل كونوا معنا. أهلا بكم، وهذه وقفة في الصحافة العبرية. صحيفة يدعوت أحرنوت تناولت الحملة الدولية التي تصف إسرائيل بأنها دولة عنصرية في مقال لها تحت عنوان: ما هو أبعد من عنصرية إسرائيل؟ قالت الصحيفة إن تصنيف إسرائيل كدولة عنصرية بدأ قبل ظهور مشروع المستوطنات في المناطق الفلسطينية بسنين كثيرة، فكثيرون يتذكرون كيف استقر رأي الأمم المتحدة في العام 75 على تعريف الصهيونية بأنها عنصرية. وقالت الصحيفة إن حملة نعت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري أخذت تزداد تسارعا في أنحاء العالم، وفي الشهر القادم ستحتفل منظمات فلسطينية في جامعات في الولايات المتحدة وأوروبا بمرور 10 سنوات على أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة إن إسرائيل بحاجة إلى الطرف الفلسطيني لأجل اتفاق سلام، حتى لو اضطرت إلى الانسحاب إلى حدود أمنية من طرف واحد، ويجب عليها في مقابل ذلك أن تضعضع مقارنة أو أن تضع مقارنة إسرائيل بنظام الفصل العنصري. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول: يجب على إسرائيل أن تسعى إلى وضع يحظى به الفلسطينيون باستقلال وطني، وتضع حدا للوضع الذي لا يحتمل لا سياسيا ولا أخلاقيا، وهو احتلال إسرائيل لشعب آخر.
أما صحيفة هارتس العبرية فقد تناولت العلاقات بين إسرائيل وتركيا في مقال لها تحت عنوان المصالحة مع تركيا. فقالت الصحيفة إن اتفاق التعويضات مع تركيا يشك على التوقيع، ومن المتوقع أن النزاع بين الدولتين والذي استمر لثلاث سنوات ونصف أن يصل إلى نهايته، وستنشأ فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين إسرائيل وتركيا. وتبعت الصحيفة قضية أسطول الحرية مرمرة ولدت على خلفية سياسة الحصار الوحشي الذي فرضته إسرائيل على غزة في السنوات الأربعة قبل ذلك. وأثر هذا الحصار انتقادات دولية وليس فقط من جانب تركيا. وقد طغت هذه القضية على العلاقة التي سادت بين الدولتين على مدى عشرات السنين. وأضافت الصحيفة إن تركيا رغم انتقادها اللاذع لسياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية عرفت كيف تفصل بين الخلاف السياسي وبين البنية التحتية الصلبة التي أقيمت عليها علاقاتها مع إسرائيل التي عملت على تشويه صورة تركيا. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن تركيا هي دولة الإسلامية الوحيدة التي تقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل، ولا يمكن لإسرائيل أن تسمح بالتخلي عن العلاقات الطيبة، واتفاق المصالحة سيشكل نهاية المحاسبة المتبادلة. وإلى صحيفة إسرائيل اليوم التي تناولت رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهودية إسرائيل في مقال لها تحت عنوان يجب حشر الرئيس الفلسطيني في الزاوية. قالت الصحيفة إن الفلسطينيين وأنصارهم في إسرائيل يرون إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اختلق من عقله شيطانا سياسيا اسمه الدولة اليهودية لإحباط حل دولتين للشعبين، لكن في حقيقة الأمر فإن معنى عبارة الدولة اليهودية أنه لا حق لعودة نسل اللاجئين الفلسطينيين من نكبة 48. وزعمت الصحيفة أن من يعترف في إطار اتفاق السلام بأن إسرائيل دولة يهودية يعلن في واقع الأمر إنهاء الصراع، وأنه لن توجد مطالب منها بعد، لكن عدم موافقة الرئيس الفلسطيني على الاعتراف يدل على أن الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود 67 ليس إنهاء للصراع وقضاء على المطالب المتبادلة، وأنه ليس للأمر نهاية. واستغربت الصحيفة في مقالها عن امتناع الوسيط كاري عن تنبيه عباس إلى ذلك وعن رسم مخطط إشكالي لمستقبل الفلسطينيين لا يقل إشكالية عما عرض على إسرائيل. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول يجب على كل إنسان مهتم بالصراع الإقليمي أن يحشر الرئيس الفلسطيني عباس في الزاوية. ولنفترض أن نتنياهو يطمح إلى التهرب من الاتفاق، لكن كان على عباس أن يتصرف بطريقة أخرى. وعودة إلى صحيفة يدعوت أحرنوت التي تناولت تحذير وزير الخارجية الأمريكي كاري إلى إسرائيل في مقال لها تحت عنوان وهم الأمن والمطاردة. قالت الصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وجه تهديدا غير صريح إلى إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا رفضت الاستجابة إلى الخطة التي صاغها للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. وتحدث كيري عن وهم الأمن لدى إسرائيل المصابة بوسواس المطاردة. وقالت الصحيفة أن جون كيري تحدث قبل 5 أشهر عن واجب المجتمع الدولي أن يعاقب بشار الأسد بعد أن تبين أنه استعمل سلاحاً كيميائياً على مدنيين، وأن إدارة أوباما في الحقيقة لم تنجح آخر الأمر في الواجب الذي تحدث عنه كيري ولم يعاقب بشار الأسد. والطائرات الأمريكية لم تخرج للهجوم على الأهداف التي كانت قد حددت في سوريا. وأضافت الصحيفة إن كيري والأوروبيون لا يستعملون توجها متشددا مع الإيرانيين ويحتضنون الفلسطينيين وكيري الذي تأثر حتى أعماق نفسه برد إسرائيل الفظ على التهديد غير الصريح الذي عبر عنه، وأشار إلى أن الإسرائيليين سيضر بهم في جيوبهم. واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إن جون كيري لم يكن حذرا في كلامه، وتوجد أسباب كثيرة تدعو إلى انتقاد سلوك إسرائيل مع الفلسطينيين، ومع ذلك يحسن أن يتجه الأمريكيون بتعليلات أكثر إقناعا من تهديدات دنيئة من النوع الذي أشار إليه كيري. دعا
ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من منوعات الأخبار بعد الفاصل، كونوا معنا. أولى منوعات الأخبار نقرأها من صحيفة الخليج، وخبر بعنوان ناسا ترصد انفجارا شمسيا. فقد رصد أحد الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لأبحاث الفضاء انفجارا متوسطا في الشمس، وذكر مركز جودارد للطيران الفضائي التابع لناسا إن مرصده الحراري الشمسي SDO بمدينة غرينبلت بولاية ماريلاند رصد حدوث انفجار إشعاعي في الشمس. وأكدت ناسا أن هذه الإشعاعات لا تمثل خطرا على البشر الذين يعيشون على الأرض، لأن هذه الأشعة يمتصها الغلاف الجوي للأرض. وتراقب عدة أقمار صناعية مثل قمر SDO الشمس للتحذير في الوقت المناسب من عواقب الانفجارات الإشعاعية التي تحدث فيها، والتي يمكن أن تؤثر في الاتصالات اللاسلكية وحركة الطيران وشبكات الكهرباء. ويتم تصنيف الانفجارات الإشعاعية إلى 3 درجات حسب قوتها، وهي درجات C وM وX، ثم يتم تصنيف كل هذه الدرجات إلى درجات ثانوية، وهذا الانفجار يعد متوسطاً. وننتقل إلى صحيفة المستقبل اللبنانية، وخبر بعنوان بطارية تدوم 12 سنة من دون تشريج. حيث ابتدع طالب دراسة عليا في إحدى الجامعات التكنولوجية الروسية بطارية نووية تستطيع أن تزود الأجهزة الإلكترونية الطاقة مدة 12 سنة من دون الاضطرار إلى إعادة شحنها. وأوضح المخترع عن عنصر زرنخيد الجاليوم، وهو الذي يتيح للبطارية التي تحتوي على مادة التريتيتيوم أن تزود المعدات الطبية والآليات العسكرية والتقنيات الفضائية الطاقة خلال مدة تقارب 12 سنة. وتعتمد البطاريات النووية المماثلة على عنصر السيليكون الذي لا يستطيع مقاومة الإشعاع خلال مدة طويلة، ولذلك يفقد قدراته بعد 3 سنوات، في حين تستطيع البطارية الجديدة أن تعمل لمدة 12 سنة من دون إعادة الشحن. هذا ما كان من حديث الصحافة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.